السلام عليكم. بقول لكم سالفة وانزلها وانتم نايمين عشان لا قعدتوا الصبح تشوفونها على رواء ان شاء الله، واللي يشرب لها القهوة واللي يعد المزاج ويسمع السالفة هذه. هذه وقائع حقيقية لأول مرة تسمعها فيها القصة. القصة تعرفونها، لكن الحقيقة فيها القصة هذه من مصادر مؤكدة حديثة وفرش. هذه طبعا الرسالة حق عيالنا اللي يشوفون مشاهير السوشيال ميديا. يعني يا جماعة الله يخليكم، وضحوا حق عيالكم اللي يشوفونه هذا الشيء والحقيقة شيء ثاني. اللي يشوفونه مجرد يعني مثل ما تقول لوكيشن تصوير، يصورون ويمشون، بعد هاللوكيشن حياته غير. ما هم بهالثراء اللي انتم تتوقعونه، ما هم بهالاخلاق اللي انتم تتوقعونه. ومثال على هذا القضية اللي راح اطرحها لكم واللي كشفت لنا بلاوي وصدمة لكل شخص عرف الحقيقة. اسمع السالفة. طبعا تعرفون قصة الفنان والمنتج والممثل اللي صادوه على قضية مخدرات الكيميكا اللي يسمونها، نوع جديد من أنواع المخدرات، واندرج مؤخرا ضمن المواد المخدرة. طبعا يعني سبحان الله الخير يتقدم والتطور الأمني يتقدم، مع ذلك الجريمة تتقدم كذلك. حتى المخدرات كل يوم الثاني يطلع نوع، شابو، كبتي، هيروين، كوكايين، بعدين طلع لنا كيميكال وطلع لنا. فالجريمة تتطور، لكن مع ذلك لله الحمد احنا نتطور في محاربتها. هذا الفنان استغل عملية التطور في الجريمة اللي هي مادة الكيميكال. مادة الكيميكال من المواد الجديدة في المخدرات، لكن كان يستوردها من أحد الدول، كان يستوردها من بعض الدول على أنها مستحضرات تجميل، وكانوا يطوفون على الجمارك والتفتيش في الحدود والجوازات لأنها مخبأة في كراتين وأكياس خاصة في المكياج والمواد الزينة. لذلك اشتغل عليها مدة سنوات، أكثر من 3-4 سنوات ما حد انتبه عليه. تطورت العملية معه، قام يزيد الشحنات، يزيد المواد، وقام يعرف طريقة انه يخلطها مع بعض المواد، يعني يشتريها مادة بيور صافية ويضيف عليها بعض المواد علشان يكثر المنتج اللي عنده المخدرات ويبيعه دبل 100 مرة. وكان عنده سوق خفيف بينه وبين الناس، يوزع بينه وبين اللي يتعاطون، الله يكفينا شرهم وشر المخدرات. فعنده شبكة. شوي 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 الرجل مثلا لما يعني يستورد هالمواد قيمتها مثلا 100 دينار، يربح منها 1000 دينار، يعني الدبل 10 مرات. فجمع مبلغ، فعلا جمع مبلغ، لكن ما هو المبلغ اللي الكل سمع فيه انه صار مليونير وانه اشترى طيارة وانه اشترى بيت وانه اشترى شركة طيران وانه اشترى منتجع سياحي. شفتوا هذا الممتلكات اللي تم تصويرها بعد ما تزوج شخصية نسائية مشهورة خليجية، وقاموا يسوون بالسوشيال ميديا دعايات وجدام الناس، وعيالنا وحريمنا يتحسرون، هذول صاروا أغنياء ما أدري من وين، وهذا يملك وهذا كذا. صدقوني يا جماعة هذا الشخص أنا أعرفه من كان كومبارس، شخص جدا 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 عادي، حتى ما عنده لا إمكانيات تمثيل ولا إمكانيات إنتاج ولا شيء، ولا عنده يعني أعمال ناجحة. فالمبالغ هذه اللي كان يصرفها كان عنده مبلغ يصرفه على البهرجة فقط، لكن بالواقع بالحسابات ما عنده شيء. يعني مثلا حتى الطيارة اللي اشتراها حق زوجته وصور فيها، لا طيارة صغيرة بعد، تقول له مو كبيرة، أبي كبيرة، أنت قصيت علي، أصدمكم شيء؟
الطيارة هذه مؤجرة، والبيت اللي كانت ساكنة فيه مؤجر، وحتى لما قالت أنا بعت البيت وفتحت لي مشروع تجاري كذب، لأن البيت مؤجر، والسيارة الفارهة اللي طلعوها في السوشيال ميديا مؤجرة، وشركة الطيران هذه أكبر كذبة صارت. ليش؟ هذه شركة الطيران أصلاً كانت شركة مسويت لهم رعايات، يعني هم يسوقون حق الشركة كدعاية والشركة تعطيهم فلوس، يعني هذول يشتغلون في الشركة ان يسوقون لها فقط. شو مناديب مبيعات كذي، لا هي لهم الشركة ولا يقدر حتى يشتري تاير طيارة، خذوها من اخوكم. واللي ألعى من هالشيء، الشخص هذا اصلا ما يملك بيت شخصي ولا حتى بيت حكومي، لان بيته كان بايعه قبل لا يسجن علشان يسدد بعض الديون ويسوي فيها البهرجة الإعلامية اللي كنتم تشوفون. يعني مثلا أنا لو أملك 10,000 دينار مثلا، 2,000 دينار أوزعها حق السوشيال ميديا، و2,000 دينار أجر فيها سيارة فارهة، و2,000 دينار أجر مكان فخم، وأصبر لكم بتعتقدون أن أنا ملياردير. هذا فعلا اللي قاعد يحصل معانا في السوشيال ميديا، كثير 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 اللي يضحكون على الناس، هذا اللي تشوفونه كله كذب وبكذب. بعد ما انتشر في عملية البيع وكذا، أحد زباينه تعاطى جرعة زايدة ودخل في هالعناية، بلغوا محقق المستشفى، سجل قضية وأحال المخفر. المخفر بعد ما صح الولد بدوا معاه تحقيقات من وين جايب المادة، شنو هالنوع من المادة، لأن اشتبهوا فيها مادة جديدة عليهم. فقال هذه مادة اسمها الكيميكال، وأنا اشتريتها من فلان لفلاني المعروف. نعم، وين هالشخص؟ قال يبيع في المكان الفلاني. راحوا فعلا مكتبة في أحد مناطق العاصمة في الكويت في عمارة، وداهم مكتبة. لما داهم مكتبة ولا فعلا الحبيب، طبعا له دور كامل، كاتبين دور بالبرج، يعني احد العمارات المشهوره في الكويت برج كامل، لا هذا مو صحيح، مكتبه صغير 3 أمتار ب3 أمتار، حاط فيه ماده الكيميكال ويخلط الحبيب، كنا قاعد بحواي، شلون هذول اللي يبيعون العطاره، كنا نفس الطريقه، ياخذ ويحط بكياسه ويكبس، كنا يبيع جبن وزيتون، عرفتوهم هذول بالضبط كذي، هذه حالته، يكبس ويبيع وسعرهم رخيص، لكن هو قاعد يطلع الدبل 10 مرات، ناس قاعد تعاطى، يعني تكرمون. شفت اللي تعاطون هذول، اذا ما لقى شيء ممكن يتعاطى حتى تكرمون الجزمه، يتعاطاها ما عنده مشكله، لانه خلاص وصل مرحله الحضيض. لذلك كانوا مضطرين انه يتعاطون ويشترون من عنده. فالريال كون له مبلغ حلو، والمبلغ هذا مبلغ طبعا مال حرام مال سحت، فقعد يقطع البهرجة وضحك على الشخصية الممثلة هذه الخليجية، ضحك عليها. ليش؟ علشان تسوق له تزوجها، وإيه تعتقد طبعا هي مسكينة ما تدري، إيه تعتقد إنه غني وإنه كذا، وإنه طبعا هو يطرح نفسه إنه منتج، وأعمال كل أعماله فاشلة وخسائر وديون، لكن إيه مسكينة صدقت تزوجها. بعد ما تزوجها قال لها هذه طيارة هدية، قالت له بس طيارة طال عمرك، طيارة صغيرة هذه يا حبيبي، هذا ما يقدر يشتري حتى قسم بالله، لو تنكسر جامعة الطيارة ما يقدر يصلحها. لكن كان مأجرها ويأجرها باليومي، لا بغت تروح هي، بس يدق عليهم يأجر، يدفع له مثلا 20,000 25,000 من هالفلوس اللي عنده، لين خلصوا الفلوس طبعا قطهم كله على البهرجة. لما اكتشفوا الحقيقة ولا الريال ما عنده شيء، وكل اللي شافتها المسكينة كان كله إيجار بإيجار. طبعا المسكينة راحت لأهلها في الخليج بعد ما انسجن، وتم ضبط المخدرات اللي عنده في المكتب ومفضح، وحالوا للمحكمة، أصدروا عليه حكم هو ويا شريك، كل واحد 10 سنوات. بعدين اتضح أن شريكه هذا ما له أي علاقة، هذا كان ضاحك عليه مش قصته. المهم طلعوا براءة بالاستئناف، والمحكمة أيدت سجن هذا المنتج والفنان 7 سنوات،
وكذلك بالتمييز أيدت الحكم 7 سنوات. الحين قضى منها تقريبا 3 سنوات ونص أو 4 سنوات، ممكن السنة الجاية هذه يطلع بحكم بالعفو ولا يطلع بأي طريقة، لأن قضى نص المدة مع حسن السير والسلوك والتعهد إنه ما يرجع حق المخدرات ومن الحجي هذا. وهذه نهايته، راح يطلع لكم السنة الجاية بعد، راح يسوي لكم فيلم ثاني. وصدقون الريان ما يملك شيء، حتى زوجته اللي راحت الحين عند أهلها الطالبة بالنفقة والطالبة ما شنو بعد ما خذت منه الطلاق، ما مو معطيها شيء، ومسكينة الله يعينها ويعين عيالها. هذه نهاية سالفتنا، لا تنخدعون، وعطونا لايك واشتراك، فمان الله، مع السلامة. واللي عاد صاحي يشوف الفيديو عليه بالعافية، واللي يقعد الصبح صبحك الله بالخير، مع السلامة.